Dans la nuit du 6 au 7 août 2014, des Irakiens, chassés par Daesh, ont dû quitter dans la précipitation leur maison. 120 000 chrétiens, sur un total d'1 200 000 réfugiés, sont alors arrivés au Kurdistan irakien, une région autonome au nord de l'Irak. Environ 60 000 personnes se sont réfugiées à Erbil. Elles sont en grande partie originaires de la plaine de Ninive, des villes de Barthéla, Karakoch, Mossoul. Ils ont d'abord été logés là où il y avait de la place, sous des tentes, dans des immeubles en construction. Puis l'aide des ONG internationales a permis de leur construire des camps de bungalows. Ainsi, dans le camp d'Ashti, au nord d'Erbil à Nkawa, 1 200 bungalows abritent plus de 5 000 personnes. الكرفانات الحمد لله والشكر يعني نحن نشكر ربنا يعني انه ده يخلونا مكان هنا بس هم يعني مو مرتاحين هنا اكيد مو مثل كل واحد ببيته ياخذ راحته يعني هذا صاير بيت 9 أمتار البيت صغير يعني واحد ما يقدر ياخذ راحته مدرسة اخر يعني ليلة مغ بغداد بغداد حيلق مدرسي وانا مباش زمان كوالقا يعني درخشخوة وكيالا مرقولة انا وهذه لان اوضاع الدخي وانا يعني بعين كومو يعني لكم سعدي وطالب يعني تقارب يعني لا توال واحد تشوم عندي اي طالب يعني كم دوم اخوه 30 وحده بصف يعني لك يعني لا توال لا رحلات لا تشوم عندي بس كراسي ولا كتوخر ليهن وقدر زخوه كل زمان يعني والحمد لله كم يعني قرينا بالاخير وكم منجحين انكم سعدينا يعني مساعدتن ودهب سادس قعينا لها بقارخ بطل جهوده لا حاليا غزال المدرسة مدرسة سلام راح قام من داخل نص ساعة كذا مشي وقدار سادس علمي عدة كل البنات صديقاتي كلهم عادوا كلها لأنه لا تدريس عدل لا مكان عدل لا جو مناسب للدراسة اسقطلن يعني لا ثوان لا كتب لا أساس لا ثوالن شو مندي لا ثوالن لا لين بطلة من دوم خايشة تخرتام كزام التاكسيات كزالن يعني التاكسيات يومية يعني زالوا 10 آلاف دينار و ايجار خلصوا لهم باروتنا يعني بالقوة هالكم بلطخين شو لو مدرسة ودوام ليل متواصل مدرستنا كزالة مثلا بأسبوع زالة مرتين تاكسيات كراوي أقرنا زالة يعني أنا بحكي لكم كان بالنسبة لي وبالنسبة لكم ده كده إنه دراسة أنا آخر خسرنا يعني درسنا مدرسة ليلة دراسة هذه هاي لكم دراسة نهائيا كتب ليث يعني فد مرة مدرسين ليثين كتب خف صف كتب كنا يعني لا تلا كتب أصلاً